السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بإذن الله تعالى غنديروا هذا الكيكة الهشة جدا بدون فرن بمكونات بسيطة جدا بمذاق رائع. نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. أخواتي المقادير تاعنا اللي هي بسيطة أمامكم، عندي علبة من البسكويت الجاف، عندي عطر فانيلا السائل، عندي لتر من الحليب البارد العادي، عندي بودرة الكاكاو، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، عندي ملعقتين من الدقيق الأبيض ولا الفرينة، عندي هنا 10 ملاعق أو حسب الذوق السكر الخشن أو سكر الحبيبات، عندي 6 ملاعق من نشاء الذرة أو المايزينا، وعندي هنايا قطعة من الشوكولاتة البيضاء للتزيين. نبدأ بسم الله على بركة الله في الوصفة. اخواتي هنا في كاسرول او قدر عميق حطيت نصف لتر من الحليب، وضعت فيه ملعقة من الدقيق الابيض او الفرينة، وثلاث ملاعق كبيرة من النشا، وخمس ملاعق كبيرة من السكر، وهنا السكر على حسب درجة الحلاوة اللي تبغيها كل سيدة، وراح نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضع ملعقة صغيرة من عطر فانيلا السائل او البودرة، لكم حرية الاختيار، وهنا كل شيء نخلطه بارد في بارد. والآن سنضع الخليط فوق النار حتى يتكاتف ويتجانس مع بعضه البعض بهذا الشكل. والآن أخواتي راح نحضروا الطبقة الثانية من الكريمة. أخواتي في الطاوة ولا الكاسرون أو قدر عميق راح نحط نصف لتر من الحليب البارد أكيد، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، ملعقة من الفرينة أو الدقيق الأبيض، ثلاث ملاعق كبيرة من النشا، السكر يبقى على حسب الذوق، انا راح ندير خمس ملاعق كبيره من السكر. الان نمزج كل المكونات مع بعض. بعد المزج الجيد للمكونات راح نحطها الان فوق النار تغلي وتصبح كثيفه القوام، ونمزجها نخلطها مره على مره حتى تصبح كثيفة القوام كما سبق وذكرت. هذا القوام أخواتي لنا حوسوا عليه. أخواتي هنا في البيغاكس تاعي حطيت فيه حبيبات البسكويت الجاف. هنا أخواتي غادي نذوق في الطبقة الأولى. نحط الطبقة الأولى. نعدلها جيدا. والان راح نقوم بوضع طبقه ثانيه من البسكويت بنفس الشكل ونفس الشيء. الان راح نحط الطبقه السوداء ونمشيها ونعدلها بشكل جيد. اخواتي بعد اللي عدلت الطبقه الاخيره راح نجبت الان الشوكولا البيضاء المذابه في حمام مائي، وراح نعمل خطوط على وجه الكيكة تاعنا او التحلية تاعنا. خواتي بعد اللي كملتها بخطوط الشوكولاتة البيضاء غادي ندخلها للثلاجة مدة ساعتين، وبعد ان شاء الله شوفوها في صحن التقديم باذن الله تعالى. اخواتي ها هي التحلية تاعنا امامكم في البيغاكس تاعها، خرجتها من الثلاجة تخلوها فوق ساعتين، غادي نوريكم مقص منها. اخواتي ها هي الكيكة تاعنا الباردة امامكم في صحن التقديم، نتمنى ان شاء الله نالت اعجابكم ورضاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى وصفة مقبلة باذن الله.